وأسعد حال. فوائد البيض اللي هتخليك تاكله يوميا. في الأول نذكر بأن البيض من الحاجات اللي مشهورة جدا جدا، من الأكلات اللي متوفرة في كل دولة وفي كل مكان وفي كل عصر من يوم ما بدأت الخليقة. دي أول حاجة. تاني حاجة إن البيض ممكن بيتعمل منه مئات من الأكلات بألوان ويطهى بألوان وأشكال مختلفة. ثالثا البيض طعمه لذيذ، مفيش حد يناقش في الحكاية دي غير التلاتة دول. رابع حاجة بقى وهي الأهم وهو ده موضوع النهاردة، إن ليه فوائد صحية كتير جدا جدا هنعرفها دلوقتي. هعدت كده باختصار فوائد البيض في ثلاث حاجات رئيسية: العضلات، نمو العضلات وتكبيرها وتقويتها. اثنين العظام، برضو نمو العظام وصلابتها ومنع أمراض العظام مثل هشاشة العظام. تالت حاجة البصر، البيض بيساعد على تقوية البصر والحفاظ عليه سليم. دول كده ثلاث حاجات رئيسية أحب أذكرهم وبعد كده هنخش في التفاصيل. أما من ناحية المكونات فطبعا معروف إن البيض من أغنى أو يعتبر أغنى أكلة موجودة في العالم. أغنى أكلة وأفيدها على وجه الأرض هي البيض. خليكم تصوروا كده إن البيضة دي فيها المكونات الضرورية لخلق كائن حي جديد وهو الكتكوت. يعني فيها كل اللوازم اللي مطلوبة عشان تبث الروح في كائن حي جديد. البيضة فيها الأساسيات كلها المطلوبة. فالبيضة فيها البروتينيات essential amino acids الأساسية اللي الجسم محتاجها ولا يستطيع تصنيعها. البيضة فيها دهنيات من الدهنيات المرغوبة المفيدة. البيض فيه بوتاسيوم، والبوتاسيوم من الحاجات اللي احنا بنحتاجها بكمية عالية. يعني احنا بنحتاج حوالي 4700 ملي جرام من البوتاسيوم يوميا. يعني انت محتاج تاكل لك يجي من 10 الى 12 او 14 صباع موز حسب حجمه عشان تحصل هذه الكمية. البيض فيه كمان مادة اسمها كولين، ودي مادة مهمة جدا جدا. البيض فيه فوسفوليبيدز، نوع من الدهنيات المطلوبة جدا للجسم عشان يعمل بتدخل في تكوين الهرمونات، وكلنا عارفين أهمية الهرمونات. يعني بمعنى أصح اللي ما بياكلش بيض يعتبر إنه ما بياكلش. وعشان كده اللي بتابعني يلاقي البيض عندي. أنا حتى عندي أولادي كل يعني يقولوا لي كل يوم بيض وفول، كل يوم بيض وفول يا بابا. ليه بقى؟ لأن أنا حاطط لهم مقدس لازم ياكلوا بيض وفول. طبعا في انواع كتيره بقى من الفول، مش بس الفول المدمس. الخلاصه او انا عايز اقول لكم ان البيض ده حطوه جنبيكوا كده على طول. انا مش حاطط جنب هنا بيض لان ده ايه مكتب، لكن اقصد في البيت يعني حطوه جنبيكوا كده على طول في البيت. حطوه على الترابيزه زي الديكور، على ترابيزه الاكل زي الديكور، عشان كل لما تقعدوا تاكلوا تفتكروا ايه تزلطوا بيضة ولا اتنين. وبالهنا والشفا هخش في الشرح بقى جدا. والكالسيوم كلنا عارفين اهميته لبناء وتقوية العظام. طيب ما احنا ممكن ناخد الكالسيوم من اكلات اخرى. بس الكالسيوم لما بتاخده من اي مكان ما يمتصش من الامعاء ابدا الا في وجود فيتامين محتاجه الكالسيوم عشان يمتص، اسمه فيتامين ايه؟ اسمه فيتامين د. والبيض فيه فيتامين د بنسبة جيدة جدا. يبقى إذا البيض بيديك الكالسيوم المفيد للعظم وبيديك معاه فيتامين د عشان يساعده على الامتصاص، فتطمن إن الكالسيوم كله امتص واستخدم واستفدت بيه. العضلات عشان تنمو وتكبر وتقوى
والكلام ده يعرفه الناس اللي بيلعبوا رياضة والجماعة بتوع بناء الأجسام كمال الأجسام، لازم بروتينات بكمية مناسبة. يعني الإنسان اللي فوق الـ30 سنة محتاج بروتين يوميا. في بروتينات الجسم، بروتينات بصفة عامة بتتكون من حاجة اسمها أمينو أسيدز. ففي أمينو أسيدز الجسم بيعملها بيكونها، وفي أنواع تانية ما بيكونهاش. طب يعمل إيه؟ لازم ياخدها عن طريق الطعام أو أي طريقة أخرى زي مكملات غذائية. المجموعة دي اسمها Essential Amino Acids. Essential ليه؟ ضرورية، وما بنقدرش الجسم ما بيقدرش يعملها. طب البيض فيه مجموعة هائلة من الـ Essential Amino Acids، في 11 Essential Amino Acids، في 11 أمينو أسيد من الأحماض الأمينية التي لا يستطيع الجسم إنه يصنعها ولكنه يحتاجها. يبقى إذن البيض مصدر ممتاز جدا جدا للأمينو أسيدز اللي بتكون البروتينات اللي هي مطلوبة عشان نكون منها ونبني منها العضلات. النظر، البيض مهم جدا جدا لتقوية البصر، لتقوية النظر وتحسين البصر. ليه؟ في مادة اسمها مادة أنتي أوكسيدنت مهمة جدا، مادة مضادة للأكسدة اسمها اليوتين. المادة دي مطلوبة لشبكية العين، بتساعد على إن شبكية العين تظل في حالة صحية جيدة. ففي البيض في مادة اليوتين، وغير كده هذه المادة اللي موجودة في البيض من السهل امتصاصها في الجهاز الهضمي، وبالتالي بنضمن استخدامها كاملة عن طريق الجسم. طب غير الوظائف الأساسية الثلاثة دول، البيض فيه مادتين مهمين، واحدة اسمها كولين، واحدة اسمها مادة الكولين. مادة الكولين مهمة جدا جدا عشان المخ يعرف يقوم بوظائفه. ومادة الليسوسين مهمة جدا جدا لأنها بتمنع تراكم الكوليسترول النوع الغير جيد. فده ملخص للحاجات الأساسية الصحية الأساسية اللي البيض مطلوب جدا جدا عشان نحافظ عليها. شكرا لمشاهدة الفيديو، وما تنسوش الاعجاب به والاشتراك وايضا تفعيل الاختيارات بالتشييك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات اول باول.